وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول استودعت رجلا مالا وكلما طالبته به تنكر لي وما طلب. يقول استودعت رجلا مالا وكلما طالبته به تنكر لي وما طلني. يقول وقد قررت قتله يا فضيلة الشيخ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. فهل فعلي صحيح؟ أنت اللي معطيه إياه، ما غصبك، أنت اللي معطيه إياه. من قتل دون ماله إذا جاء يريد يغتصب مالك قهرا، أما هذا أنت اللي دافعه له، أنت اللي مسلطه عليه، أنت المفرط، عليك بمطالبته إن حصل، وإلا يخلف الله عليك، أنت اللي مفرط في هذا. نعم. يقول فضيلة وإن عندك عليه بينة، عندك عليه بينة ترفع أمره إلى المحكمة. نعم.